الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل وفي العناوين. إن شاء الله بأسرع وقت ممكن خلال أيام نشهد ولادة حكومة. والرئيس الحريري يطمئن بأن الأمور تمضي بالاتجاه المطلوب. مجلسا جامعا لا إلغائيا وصورة عن نهج العهد الجديد. الراعي أمام البطاركة الكاثوليك يدعو إلى تشكيل حكومة مصالحة تضع قانونا جديدا للانتخابات. الجيش الحر يتقدم في محيط مدينة الباب ويتصدى لقوات النظام في منطقة العويجة شمال حلب. وفي النشرة تتابعونا في الرياضة، المنتخب السعودي في أصعب المهمات أمام اليابان ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال روسيا. أهلا بكم. أجواء من التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة عكستها المواقف اليوم، وأبرزها ما نقله السفير المصري عن الرئيس المكلف سعد الحريري الذي طمأن إلى أن الأمور تمضي في الاتجاه المطلوب. هذا الموقف تقاطع مع كلام للوزير علي حسن خليل الذي أبدى تفاؤله بولادة الحكومة خلال أيام، ما يعطي دفعا للوضع الاقتصادي والمالي. خليل كان يتحدث خلال استقباله رئيس إدارة حصر التبغ والتمباك ريجي، يرافقه وفد من شركة إمبيريال توباكو. إن شاء الله بأسرع وقت ممكن خلال أيام نشهد ولادة حكومة تعطي دفع لوضعنا الاقتصادي والمالي، واللي هو بأمس الحاجة بهذه اللحظة التاريخية لكثير من الدفع نحو الأمام، بحاجة لخطوات بتعزز وبتعيد الثقة فيه. نحن متفائلين بمستقبل بلدنا، متفائلين بالمرحلة المقبلة، متفائلين بأنه يرجع ينطلق وضعنا الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي كل مراكز الانتاج الصناعية وغيرها. وفي بيت الوسط حضرت الظروف الإيجابية المحيطة بتشكيل الحكومة في المباحثات التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري مع زواره. الأوضاع المحلية والإقليمية عرضها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع السفير المصري في لبنان نزيه النجاري في بيت الوسط. النجاري تمنى أن يكون للبنان حكومة برئاسة الرئيس الحريري في أقرب وقت ممكن، حتى يتم إطلاق ورشة التعاون بين الحكومتين اللبنانية والمصرية. حرصت اليوم على الالتقاء بدولة الرئيس سعد الحريري وتقديم كل الدعم المصري ونقل الرسالة من القاهرة بدعم الرئيس سعد الحريري في جهده وجهوده لتشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت ممكن للبناء على الحالة الإيجابية السائدة في لبنان والمتولدة عن انتخاب رئيس الجمهورية الرئيس ميشيل عون. وقد طمأنني دولة الرئيس إلى أن الأمور تمضي في يعني الاتجاه الإيجابي المطلوب. الرئيس الحريري التقى السفير البريطاني في لبنان هوغو تشورتر وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كذلك استقبل الرئيس الحريري النائب خالد الظاهر وعرض معه أوضاع منطقة عكار واحتياجاتها. ومن زوار بيت الوسط وفد من مصلحة الطلاب في حزب الوطنيين الأحرار سلم الحريري دعوة لحضور الاحتفال الذي سوف يقام لمناسبة إعادة افتتاح جادة الرئيس كمين شمعون وعيد الاستقلال، وذلك في 19 من الجاري في فندق مورو في عين المريسي. وسط هذه الأجواء دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال افتتاحه الدورة 50 لمجلس البطاركة الكاثوليك، دعا إلى تشكيل مجلس وزراء يحقق المصالحة الوطنية الكاملة ويضع قانونا جديدا للانتخابات.
دعا البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي إلى تشكيل سريع لمجلس وزراء يمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني. الراعي الذي افتتح في صرح البطريركي في بكركي الدورة العادية 50 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بعنوان شؤون رعوية وإدارية، اعتبر أن على مجلس الوزراء الجديد أن ينكب على مواجهة التحديات الراهنة وأهمها النهوض الاقتصادي ومعالجة خطر النازحين واللاجئين على المستويات كافة. ونتطلع مع الجميع إلى تشكيل سريع لمجلس الوزراء بروح الميثاق والدستور، فيكون بوزرائه الكفؤين والتكنوقراطيين الممثلين المختلف شرائح المجتمع اللبناني مجلسا جامعا لا إلغائيا وصورة عن نهج العهد الجديد وعن الحكومات التي ستليه. فالمطلوب مجلس يحقق المصالحة الوطنية الكاملة والشاملة ويبدأ بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن صحة وعدالة التمثيل. بدوره عبر السفير البابوي المونسنيور جابرييل كاتشيا باسم البابا فرانسيس عن سعادته لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، متمنيا أن يكون التوافق الذي أدى إلى هذا الانتخاب بداية لإعادة بناء الدولة. شهد القصر الجمهوري اليوم حركة دبلوماسية لافتة عبر تسلم الرئيس ميشيل عون أوراق اعتماد 7 سفراء في خطوة هي الأولى من نوعها منذ العام 2014. رئيس الجمهورية التقى أيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام. أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام جولة أفق تناولت التطورات على الساحتين الداخلية والخارجية إضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد خلال مرحلة تصريف الأعمال. كما شهد القصر الجمهوري تقديم أوراق اعتماد 7 سفراء معتمدين في لبنان وذلك للمرة الأولى منذ 22 من أيار عام 2014، وهؤلاء يشكلون دفعة أولى من رؤساء البعثات الدبلوماسية الذين سيقدمون أوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية تباعا بعدما كانوا يمارسون مهامهم الدبلوماسية بصفة قائمين بالأعمال. وتضمنت الدفعة الأولى سفراء المملكة الأردنية الهاشمية نبيل سليم مصاروي واليونان تيودور باسا ودولة الإمارات العربية المتحدة محمد سعيد سلطان عبد الله الشامسي وإيطاليا ماسيمو ماروتي وفرنسا إيمانويل بون والاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن وتشيلي مارتا شلهو بروماريو. وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والأمين العام لوزارة الخارجية السفير وفيق رحيمي، ونقل السفراء إلى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية مؤكدين على العمل لتعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته إلى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية. وتلقى الرئيس عون مزيدا من برقيات التهنئة بانتخابه أبرزها من رئيس جمهورية فيتنام والرئيس الأوكراني شددت على تطوير العلاقات الثنائية. في إطار جولته على المسؤولين لتهنئتهم بانتخاب رئيس الجمهورية، أكد مجلس العلاقات العربية والدولية خلال زيارته الرئيس نبيه بري في عين التين بحضور الرئيس فؤاد السنيورة دعم الوضع السياسي والاستقرار في لبنان، داعيا الدول العربية إلى دعم مؤسسات لبنان الرسمية. في أول اجتماع بعد انتخاب الرئيس أن يعقد في بيروت، وهذه أول مرة يعقد في بيروت، وذلك دعما إلى الوضع السياسي الذي بدأ بالانفراج إلى لبنان ودعم المؤسسات اللبنانية وأعطائها زخم من قبل العرب وتشجيع العرب على دعم لبنان من خلال مجلس العلاقات العربية والدولية. استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام في دارته في المصيط بوكيل الأمين العام لشؤون الأمن والسلامة لمنظمات الأمم المتحدة بحضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيجريت كاج، وتناول البحث التطورات العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل الرئيس سلام السفير التركي في لبنان وتم التطرق إلى سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا. وتتابعون بعد الفاصل. تفجيرات في كربلاء واستمرار عمليات تحرير الموصل.
نظم حزب الله عرضا عسكريا في منطقة القصير بريف حمص، حضره رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين. ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحزب الله تظهر آليات عسكرية ثقيلة بينها مدافع ميدانية ودبابات وعربات وسيارات تحمل قاذفات ثقيلة. وذكرت مواقع مقربة من حزب الله أن العرض هو الأول من نوعه للحزب في سوريا، وأنه تم اختيار منطقة القصير السورية لإقامته لما تحمله من رمزية للحزب على الصعيدين العسكري والأمني. يواصل الجيش السوري الحر تقدمه في محيط مدينة الباب، فيما تصدت فصائل المعارضة السورية لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة العويجة شمال حلب. تقدم مستمر لفصائل الجيش الحر المشاركة في عملية درع الفرات في محيط مدينة الباب، تمكنت خلاله من السيطرة على نقاط استراتيجية عدة في ريف المدينة الشمالي، وسط محاولات من التنظيم لعرقلة تقدم تلك القوات من خلال زرع الألغام في محيط المدينة. هذا وأفادت مصادر للمكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية بأن قوات درع الفرات حققت تقدما جديدا في محيط مدينة الباب من خلال السيطرة على مزرعة حكمة الشهابي والطريق الواصل بينها وبين مدينة الباب، وكذلك السيطرة على جبل الدير المشرف على مدينة الباب، وذلك بعد معارك عنيفة ضد تنظيم داعش والذي تكبد خلال المعارك عددا من القتلى والجرحى في صفوفه. وترافقت المعارك مع قصف من الطائرات والدبابات والمدافع الثقيلة التابعة للجيش التركي استهدف مواقع تنظيم داعش داخل منطقة البازار وسوق الغنم، ما أوقع عدد من القتلى في صفوف التنظيم. من جانب آخر وفي خلال محاولة النظام السوري التقدم في منطقة العويجة، دارت اشتباكات عنيفة بين المعارضة السورية وقوات النظام المدعومة بميليشيات أجنبية على أطراف المنطقة الواقعة في شمال مدينة حلب، في وقت أكدت المعارضة أن مقاتليها تمكنوا من قتل وجرح عدد من عناصر النظام وميليشياته في منطقة العويجة شمال مدينة حلب، وفيما سقط عدد من القتلى في غارات روسية على مدينة عندان بريف حلب الشمالي. دارت اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام على جبهة الملاح في ريف حلب الشمالي. وفي العاصمة السورية دارت اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام المدعومة بميليشيات أجنبية على جبهات القاسمية البحارية والهلالية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وتأتي الاشتباكات في محاولة للنظام التقدم في المنطقة. عقدت غرفة عمليات غضب الفرات مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن محصلة الحملة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية من أجل تحرير الرقة من قبضة تنظيم داعش. وكشفت المتحدثة الرسمية باسم غرفة عمليات غضب الفرات جيهان أحمد أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت خلال 10 أيام من الحملة من التوغل ل 550 كيلومترا والاتجاه نحو الرقة لمسافة 16 كيلومترا، مؤكدة تحرير 34 قرية و 31 مزرعة والسيطرة على 7 تلال استراتيجية. قتل وجرح عشرات المدنيين العراقيين بينهم نساء وأطفال في هجوم نفذه 6 انتحاريين في كربلاء، وفيما قتلت القوات الأمنية 5 من المهاجمين تمكن السادس من تفجير نفسه. في هذا الوقت أطلقت القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي المرحلة الثالثة من عمليات تحرير غرب الموصل. ضمن عملياتها لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، أعلن المتحدث الرسمي باسم ميليشيا الحشد الشعبي أحمد الأسدي عن انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات استعادة غرب الموصل، داعيا أهالي الموصل إلى دعم المقاتلين على مختلف المستويات. في غضون ذلك قتل 7 جنود ودمرت دبابتان للجيش العراقي بمحيط ناحية النمرود جنوب شرقي الموصل التي سيطرت القوات العراقية عليها بالكامل، وذلك إثر استهداف مقاتلي التنظيم المتطرف القوات
القوات العراقية المتقدمة في ناحية النمرود بصاروخين موجهين إلى كربلاء جنوب بغداد، حيث قتلت القوات الأمنية 5 انتحاريين حاولوا تنفيذ اعتداءات إرهابية في حي الجهاد بقضاء عين التمر، فيما تمكنت القوات الأمنية من محاصرة انتحاري سادس ما دفعه إلى الدخول إلى أحد المنازل وتفجير نفسه. وقد قتل وجرح عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال في الهجوم الانتحاري، فيما أرسلت تعزيزات أمنية إلى قضاء عين تمر حيث فرضت القوات سيطرة تامة على الأوضاع هناك. من جهتها استنفرت القوات الأمنية 30,000 عنصر من منتسبيها لحفظ الأمن في محافظة كربلاء خلال زيارة الأربعين التي يتوقع أن يشارك فيها 4 ملايين شخص سيقدمون إليها من إيران ودول عربية وأجنبية أخرى. أما إنسانيا فأكدت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة الأنبار العراقية عودة أكثر من 100,000 أسرة نازحة إلى مناطقها المحررة في المحافظة، وأضاف أن أكثر من 53,000 أسرة نازحة عادت إلى الرمادي، وأكثر من 22,000 أسرة نازحة عادت إلى الفلوجة، وأكثر من 7,000 أسرة نازحة عادت إلى قضاء هيت. بالعودة إلى أخبارنا المحلية، وصل إلى القصر الجمهوري منذ بعض الوقت الرئيس سعد الحريري للقاء الرئيس ميشيل عون. ونتابع الأخبار الدولية، فقد جرح 4 أشخاص على الأقل في انفجار داخل متجر للأجهزة الإلكترونية بمدينة اسطنبول التركية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار نجم عن قنبلة كانت موضوعة في طرد بريدي ووصل إلى المتجر الواقع في ضاحية مالتاب التي تضم عددا كبيرا من المؤسسات التجارية والمباني السكنية. والنشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. اتحادات النقل البري تعتصم غدا أمام وزارة الداخلية. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها. الحريري في بعبدة، ويؤكد قبيل لقائه الرئيس عون أن تشكيل الحكومة يمضي في الاتجاه المطلوب. علي حسن خليل، الحكومة خلال أيام، والجيش الحر يتقدم في محيط مدينة الباب ويتصدى لقوات النظام في شمال حلب. أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام مذكرة إدارية قضت بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء في 22 من تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال. ادعى النائب العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم على معاقبي معاملات 7 موظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت. قضايا المحاكم الشرعية الجعفرية بحثها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع وفد من المحاكم الشرعية الجعفرية برئاسة رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية الشيخ محمد كنعان. وقد نقل الوفد عن دريان التزامه بالأحكام الشرعية الصادرة عن المحاكم بتنوع مدارسها ووقوفه على الدوام إلى جانب المحاكم الشرعية. وأكد المجتمعون حرصهم على تطبيق أحكام الشرع والقانون، كما أكد سماحته على الالتزام بالأحكام الشرعية الصادرة عن المحاكم على اختلاف مبانيها الفقهية المتنوعة بتنوع مدارسها، معتبرا أن البحث في تلك الأحكام إنما يتم حصرا عبر قنواته الشرعية والقانونية بكل ما استندت إليه من أدلة شرعية ومواد قانونية ملائمة. أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تنفيذ مسيرات سيارة باتجاه مقر وزارة الداخلية والبلديات يوم غد الثلاثاء، وأكدت الاستمرار في الاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية وأبقائها مقفلة حتى تحقيق المطالب. نعلن عن تنفيذ اعتصام أمام مقر وزارة الداخلية والبلديات يوم غد الثلاثاء الواقع في 15/11/2016 اعتبارا من الساعة 10 صباحا، على أن يبدأ التجمع عن السيارات والفانات والأوتوبيسات والشاحنات والصهاريج اعتبارا من الساعة 7 صباحا، وانطلاق المسيرات السيارية الساعة 9 صباحا باتجاه وزارة الداخلية والبلديات وفق البرنامج والمحطات التالية. ساحة الدورة الكارنتينا جريدة النهار ستاركو برج المر مصرف لبنان وزارة الداخلية، مستديرة السفارة الكويتية ساحة الكولا ساحة البربير ساحة الكولا.
ساحة كولا كورنيش المزرعة شارع مارلياس كراكول دروس الظريف الصنايع وزارة الداخلية والبلديات. مستديرة كفاءات الأوتوستراد هادي نصر الله الأشرفية مستديرة شتيلة. ساحة شارع الخوري البسطة تحتها كراكول دروس الظريف الصنايع وزارة الداخلية والبلديات. يطلب إلى جميع سائقي الآليات العمومية الالتزام بتنفيذ هذه المسيرات بشكل سلمي وحضاري. كما نأمل من الأجهزة الأمنية مواكبة السيارات والحفاظ على أمنها. بتكليف من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وزعت هيئة الإغاثة في دار الفتوى قسائم مازوت بقيمة 300 دولار لنحو 300 عائلة من النازحين السوريين في عرسال، على أن تستمر الحملة وتشمل 9500 عائلة موجودة في البلدة. وتتابعون بعد الفاصل. كيري يواصل في مسقط مساعي حل أزمة اليمن. ملف تشكيل الحكومة يحضر في هذه الأثناء إذن في القصر الجمهوري، حيث يعقد اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري. ونتابع الأخبار الإقليمية، حيث يستأنف وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في العاصمة العمانية مسقط جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية، ويلتقي للغاية وفد الحوثي قبل أن يواصل مهمته في الإمارات. في وقت سيطرت قوات الشرعية اليمنية على موقع استراتيجي في بلدة البقع بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية. حملته ساعات الفجر الأولى إلى سلطنة عمان. وزير الخارجية الأمريكية جون كيري يحمل في جعبته الدبلوماسية قضيتين: محاولة أخيرة لحل الأزمة اليمنية بتسوية سلمية، والإفراج عن المختطفين الأمريكيين المتبقين لدى الحوثيين. استقبال كيري في مسقط يعكس أهمية الدور السلمي والإنساني للسلطنة في القضية اليمنية، ما يفسر حتمية لقاء كيري مع وفد الحوثي برئاسة محمد عبد السلام المنتظر في السلطنة منذ نحو أسبوع للاستماع إلى تخوفات الحوثي من الجانب السعودي فيما يخص خارطة السلام الأممية، وذلك بعد اجتماعات سرية في مسقط بين الحوثيين ومسؤولين في المخابرات السعودية من أجل تفعيل اتفاق ظهران الجنوب الموقع في 10 نيسان الماضي، والذي تم بموجبه وقف إطلاق النار. سياسيا أيضا، يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا في مكة المكرمة الخميس المقبل للبحث في موضوع إطلاق ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح صاروخا باليستيا على المدينة. إنسانيا، أعلنت منظمة الصحة العالمية استفحال انتشار مرض الكوليرا إلى 11 محافظة يمنية، مؤكدة أنه في حال لم يستجب لمواجهة الوباء سريعا فسترتفع الإصابات، مع ظهور أكثر من 76 ألف حالة إضافية تحتاج غالبيتها لتلقي العلاج في مراكز متخصصة بالكوليرا. ميدانيا، أعلن الجيش الوطني اليمني تحرير أحد أهم المواقع الاستراتيجية التي كان الحوثيون يتمركزون فيها في بلدة البقع بصعدة، كما استعادت قوات الشرعية 4 مواقع عسكرية في منطقة المخدرة غرب محافظة مأرب، حيث أسقط الدفاع الجوي السعودي صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، فيما تجددت المواجهات في منطقة الأحكوم بمديرية حيفان في محافظة تعز جنوب اليمن، كما شهدت منطقة الصلو جنوب شرقي تعز تبادلا للقصف بين قوات الشرعية والانقلابيين. من القاهرة، دعا المفد الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر كل الأطراف الليبية إلى العودة فورا للتفاوض وتجنب أي تصعيد عسكري من أجل حل الأزمة الليبية. ميدانيا، استهدفت القوات الحكومية الليبية موقع تمركز قناصة تنظيم داعش الإرهابي في محور الجيزة البحرية، آخر معاقل التنظيم في مدينة سرت. تزامنا، تقدمت القوات التابعة للمجلس الرئاسي على أكثر من محور في الجيزة البحرية.
أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، ما عبر عنه من تطلع المملكة إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة والعمل معا لما يحقق السلم والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم. من جانب آخر، ثمن مجلس الوزراء بما خرج به اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من الحلول والإجراءات لتسوية المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، والتي استوفت اشتراطات الصرف والعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام الدفع قبل نهاية العام المالي الحالي بنهاية كانون الأول من العام الجاري. حاول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طمأنة المتظاهرين المعارضين له، داعيا إياهم إلى عدم الخوف، في وقت تأهب وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي عسكريا خوفا من سياسات ترامب الجديدة. التظاهرات الشعبية المناهضة لانتخابه رئيسا دفعت الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى توجيه رسائل طمأنة إلى معارضيه خلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة عبر قناة CBS الأمريكية، في محاولة منه لنزع فتيل التوتر المستمر منذ 8 تشرين الجاري. We are going to bring our country back. لا تخافوا، سنقوم بإصلاح بلادنا. لقد خرجنا الآن من الانتخابات ونحن نحتاج إلى بعض الوقت لذلك. أقول لمرتكبي الاعتداءات الجسدية أو التهديدات بحق الأقليات في الولايات المتحدة، لا تفعلوا ذلك، هذا فظيع، توقفوا. وفي المقابلة نفسها أبدى الرئيس الأمريكي المنتخب نيته طرد نحو 3 ملايين مهاجر غير شرعي، ولكنه تراجع جزئيا عن تعهده ببناء جدار على الحدود المكسيكية الأمريكية. وفيما أبدى مرونة حيال ملف نظام التأمين الصحي المعروف باسم أوباما كير، جدد رفضه للإجهاض وتأييده للحق بحيازة الأسلحة النارية، واعدا بأنه سيعين قضاة مؤمنين بهذه القضايا في المحكمة العليا. ترامب الذي تقدر ثروته بأكثر من 3 مليارات دولار كشف أنه سيتنازل عن مرتبه البالغ نحو 400 ألف دولار سنويا، ولن يتقاضى سوى المبلغ الذي يلزمه به القانون، أي دولار واحد فقط سنويا. في هذا الوقت يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب تشكيل فريق عمله بعد تنصيبه رسميا رئيسا للبلاد، حيث اختار رئيس الحزب الجمهوري رينز بريبس أمينا عاما للبيت الأبيض، وستيفن بانون كبيرا للمخططين استراتيجيين وأحد كبار المستشارين. وفي ردود الفعل الدولية، أعلنت روسيا أنها تعرف القليل حتى الآن عن خطط ونوايا إدارة ترامب للسياسة الخارجية، ولكنها لديها نوايا للعمل بسرعة من أجل استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة. أما الاتحاد الأوروبي فأعرب عن نيته تطوير قدراته العسكرية بشكل مستقل عن الولايات المتحدة، وذلك بسبب الشكوك بشأن مدى تعاون ترامب العسكري والأمني مع دول الاتحاد ضمن حلف شمال الأطلسي. من جهته، اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الأمريكي المنتخب على لقاء قريب بينهما لبحث العلاقات الثنائية، علما أن ترامب كان وجه انتقادات شديدة للصين خلال حملته الانتخابية، مهددا بفرض ضريبة ب 45% على البضائع المستوردة من الصين. كشفت روسيا أن إيران مهتمة بشراء أسلحة روسية ومعدات عسكرية، بما في ذلك دبابات وأنظمة المدفعية وطائرات ومروحيات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 10 مليارات دولار. وذكرت موسكو أن الإمدادات حتى سنة 2020 ستتم بعد موافقة مجلس الأمن الدولي، لكنها رجحت أن تحضر الولايات المتحدة وشركاؤها هذه الإمدادات. سكان كوكب الأرض على موعد استثنائي لرؤية القمر العملاق اعتبارا من هذه الليلة وحتى فجر الثلاثاء، علما أنه سيكون الأكبر حجما والأكثر سطوعا منذ نحو 70 عاما. هذه الظاهرة التي لن تتكرر بهذه القوة قبل سنة 2034 بدأ يستمتع فيها عدد من سكان إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وكازاخستان. ويقول علماء الفلك أن القمر بكامل استدارته سيصل إلى أقرب نقطة من الأرض منذ عام 48، وسيصبح أكبر من الحجم الطبيعي بنسبة 14% وأكثر إشراقا وسطوعا بنسبة 30%. بعد الفاصل في الرياضة،
المنتخب الأرجنتيني يسعى للعودة إلى طريق الانتصارات أمام كولومبيا في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا. وهلأ صفحة رياضية مع هبة زيدان. مساء الخير. عم تطلع السعودية إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما بتحل ضيفة على اليابان باللقاء المرتقب بكرة الثلاثة بمنافسات المرحلة الخامسة للمجموعة الثانية ضمن تصفية آسيا المؤهلة إلى مونديال روسيا. بيتمنى المنتخب السعودي أن يحافظ على صدارة المجموعة الثانية وقت بيلعبوا بضيافة اليابان بأبرز مباريات يوم الثلاثة بمشوار تصفية كأس العالم. الجولة الخامسة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم رح تكون يوم الثلاثة والجولة السادسة بشهر أذار من العام المقبل. وبتتصدر السعودية المجموعة برصيد 10 نقاط بعد 4 مباريات وبفارق نقطتين عن أستراليا وثلاثة عن اليابان وأربعة عن الإمارات. وبتدخل السعودية اللي عم تسعى أن تأهل لكأس العالم المرة الخامسة بتاريخ المباراة من أجل الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة، لأنه أي نتيجة غير هالشي يمكن تمنح الصدارة لأستراليا بحال فوز المتوقع على تايلاند الأخيرة بالترتيب. وما خسرت السعودية وأستراليا بس بهالمجموعة، بينما تلقت اليابان الهزيمة على ملعبها 1-2 قدام الإمارات. وبتشهد هالجولة أيضا مباراة ومواجهة عربية وبتلعب الإمارات على أرضها مع العراق. وخسرت الإمارات 3-0 بضيافة السعودية الشهر الماضي ولازم تظهر بانتصار. وبتملك الإمارات 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن العراق يلي بده يجرب ياخد نقاط هالمباراة أيضا. منذكر أنه بيتأهل أول منتخبين من كل مجموعة بالتصفيات لنهاية كأس العالم، وبخوض صاحبي المركزين الثالث مواجهة فاصلة وبيلعب الفايز مع منتخب من الكونكاكاف على بطاقة العبور إلى روسيا. وبتخوض سوريا مباراة صعبة قدام المنتخب الإيراني، بينما منتخب قطر رح يواجه منتخب الصين بخامس مباريات وبالتصفيات. والمباراة رح تعتبر مباراة فاصلة للمنتخب القطري لأنه بيحتل المركز الخامس بمجموعته برصيد 3 نقاط وخسر 3 مباريات قدام إيران أوزبكستان وكوريا الجنوبية، بينما بالمقابل منتخب الصين عنده نقطة واحدة وهي آخر فرصة له وهو بالمركز الأخير بالمجموعة، واستعين بخدمات الإيطالي مارتشيلو ليبي ليدرب المنتخب. بدوره بيأمل المنتخب الأرجنتيني بحدوث انتفاضة ضد أدائه المخيب لأمال جماهيره، حيث بيسعى للعودة لطريق الانتصارات بكرة أمام كولومبيا ضمن تصفية قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. أبدى المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني إدغاردو باوزا ثقته الكاملة بتأهل التانجو لمونديال روسيا 2018 وما عنده شك بهالشيء. وأشار التقرير الصحفي أن المدرب رح يقوم ببعض التغييرات على تشكيلته بالمباراة المقبلة قدام كولومبيا، خاصة بعد الخسارة الأخيرة قدام البرازيل 0-3. ورح يضحي بمهاجم المنتخب جونزالو هيغوين لتكون التشكيلة مؤلفة من عدة لاعبين أبرزهم ميسي، دي ماريا وغيرهم، ومن دون هيغوين. وأتمنى المدرب أنه الجمهور يأزر وبدعم كتير كبير لأنه المنتخب ما عنده بديل إلا الفوز. من جهته أكد حارس مرمى البرازيلي أليسون أنه فريقه واثق من أنه رح يواجه صعوبات بمواجهة مضيفته منتخب البيرو بتصفيات أمريكا الجنوبية. وبعد فوز بيرو المفاجئ على الباراغواي 4-1 وصار رصيده 14 نقطة وهي بعيدة بس 3 نقاط من المراكز اللي بتأهل للمونديال. البرازيل أولى مع 24 نقطة وكانت تعرضت للخروج من مئوية الكوبا أمريكا يلي استضافتها الولايات المتحدة تحديدا قدام البيرو. وببقية المباريات بوليفيا بتستضيف الباراغواي، الإكوادور فنزويلا، وتشيلي بتستضيف الأوروغواي. أيضا مزيد من أخبار الفوتبول من تبع سوا بهالتقرير. كشف تقرير صحفي بريطاني عن الوجهة الأولى يلي بيختارها لاعب الدولي الفرنسي أطوان غريزمان بحال قرر الرحيل لإنجلترا بيوم من الأيام. وأكدت الأنباء الواردة من إنجلترا أنه في اهتمام ثلاثي من مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وتشيلسي بهاللاعب. بس صحيفة مترو الإنجليزية أكدت أنه اللاعب أبلغ بعض المقربين منه أنه بفضل ينتقل لمانشستر يونايتد عن فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي. كشف صانع العاب فريق ريال مدريد الإسباني الدولي الكرواتي لوكا مودريتش أنه جاهز ليشارك مع الفريق ضد أتلتيكو مدريد بدوري العاصمة ضمن منافسات الدوري الإسباني. وقال مودريتش أنه أنا عم بحس حالي هلأ بخير تماما ومستعد لشارك مع الريال ضد الأتلتيكو بالليغا، ورح نجرب كل شيء في عنا نقدمه لنحقق الفوز ونحافظ على الصدارة. تسعى إدارة نادي الإنتر الإيطالي لتعزي صفوفها من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية. ووفقا للي نشر
نشرته صحيفة كوريرو ديلو سبورت الإيطالية. فإدارة الإنتر رح تتواصل مع جوزيه مورينيو المدير الفني لليونايتد للاستفسار عن وضعية بعض لاعبي الشياطين الحمر، ومن المتوقع رحيل ماتيو دارميون وكريس سمولينج ودالي بلند، وبالتالي رح يتواصل الإنتر مع مورينيو مدربه السابق ليجرب يتعاقد معهم. ألمح لاعب مانشستر يونايتد الدولي الهولندي مانفيس ديباي إلى إمكانية الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر وقال: ما بعرف إذا رح ضل أو لا، رح ننطر لنشوف. أنا عم بركز حاليا على اليونايتد وعم جرب كل شيء عندي أقدمه لقادر ألعب ولو لدقيقة. وشارك ديباي مع مانشستر هالموسم بسبع مباريات بس بكل المسابقات ولعب ستة منها كلاعب احتياطي. إلى أخبار الفورمولا 1، حيث كان فيرستابن عم بيقدم أداء رائع بجائزة البرازيل الكبرى امبارح، وفريق فورس إنديا عم يضمن مركز تاريخي لإله بالبطولة للصانعين. تلقى الهولندي ماكس فيرستابن سيء ريد بول إشادة كتير كبيرة بسبب الأداء اللي قدمه واحتل بفضله المركز الثالث بسباق جائزة البرازيل يلي كان المطر هو العنوان الأبرز. وحتى السيئ السابق يورس فيرستابن والد ماكس اللي عمره 19 سنة وهو من أشد المعجبين بابنه ومن أكثر المنتقدين لإله كان عم بحس بالدهشة أيضا، وقال يلي قدمه ماكس بهالسباق كان فعلا متميز. وبآخر 15 لفة ومن بعد ما استعين بإطارات جديدة بتناسب الأجواء المطرة، جاوز فيرستابن أكثر من نص السائقين المنافسين بالسباق ليتقدم للمركز 16 للمركز الثالث بنهاية السباق قبل الأخير من الموسم ويطلع على منصة التتويش. من جهته اقترب فريق فورس انديا من ضمان مركز رابع تاريخي له ببطولة فورمولا 1 للصانعين من بعد ما سجل 18 نقطة بالبرازيل، واصبح الفريق بيملك 163 اي اكثر ب 27 نقطة من منافسه الاساسي على هالمركز فريق ويليامز يلي ما سجل اي نقطة بالبرازيل. وراح يكون المركز الرابع هو الافضل له بتاريخه الا بحال تمكن ويليامز انه يعمل معجزة بالسباق الاخير بابو ظبي، بالرغم من انه هالشي مستبعد كليا. هذا كان كل شيء بأخبارنا الرياضية لليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين. إن شاء الله بأسرع وقت ممكن خلال أيام نشهد ولادة حكومة. والرئيس الحريري في بعبدة بعدما طمأن أن الأمور تمضي بالاتجاه المطلوب. مجلسا جامعا لا إلغائيا وصورة عن نهج العهد الجديد. الراعي أمام البطارقة الكاثوليكي يدعو إلى تشكيل حكومة مصالحة تضع قانونا جديدا للانتخابات. الجيش الحر يتقدم في محيط مدينة الباب ويتصدى لقوات النظام في منطقة العويجة شمال حلب. وفي الرياضة، المنتخب السعودي في أصعب المهمات أمام اليابان ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال روسيا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.